بمناسبة حلول الروح القدس، وما زلنا في أيام صوم آبائنا الرسل، بيحلو لينا إن احنا نرتل باستمرار ترانيم عن الروح القدس. هنقول مع بعض الترنيمة بتاعت فجر البركان. واضرم النيران لتندلع في الروابي والوديان، ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان. ترنيمة عن تحقيق. يا رب بنقول لك حقق وعدك، انت وعدت انك انت هترسل الروح القدس، وحياجي بيت في الترنيمة بخصوص هذا الأمر. فاحنا بنقول له النهاردة فجر البركان واضرم النيران. فجر بركان يعني اصنع نهضة، اصنع نهضة في قلوبنا واصنع نهضة في حياتنا. ما تخليش يا رب حياتنا روتينية، تخليش حياتنا الروحية، احنا بنتكلم باستمرار عن الحياة الروحية. حياة جسدية بناكل وبنشرب وبناخد كل احتياجات الجسد خلاص بتروح، لكن دايما بنظرتنا لحياتنا الروحية. ده اللي حيبقى مع الإنسان بعد ما ينتقل من هذا العالم، بعد ما يسيب العالم. حياتنا الروحية هي أسمى شيء هناخده معانا بعدين. فاحنا بنقول له دايما فجر البركان واضرم النيران. اضرم نيران روحك القدوس اللي هو يشعل حياتنا، اللي هو يقوينا في أتعابنا في ضعفاتنا. روحك القدوس هو اللي يحرق كل شوائب الخطية. روحك القدوس هو اللي يجدد حياتنا. ترنيمة من الترانيم المعزية عن الروح القدس، عشان في النهاية بنقول له ياريت مش لينا احنا وبس، ده كل انسان يفرح بخلاصك اللي جيت واعلنته على عود الصليب. تخيل ناس كثيرة حافظين الترنيمة دي معانا، نقدر ان احنا نقولها ونرنمها من كل قلوبنا وكأنها طلبة بنطلبها انه الله اسف بحقيقة في حياة كل إنسان مننا. فجر البركان واضرم النيران لتندلع في الروابي والوديان، ويفرح بخلص يسوع كل إنسان. لتندلع في الروابي والوديان، ويفرح بخلص يسوع كل إنسان. الخطى المساكين يرجون خلاصك، ويفرح كل حزين. خلص خلص ميراثك. الخطى المساكين يرجون خلاصك، ويفرح كل حزين. خلص ميراثك. فجر البركان واضرم النيران لتندلع في الروابي والوديان، ويفرح بخلص يسوع كل إنسان. لتندلع في الروابي والوديان، ويفرح بخلص يسوع كل إنسان. بكتنا على الخطية وكل شهوة رادية، وانتزع من القلوب كل محبة أرضية. بكتنا للخطية وكل شهوة رادية،
وانتزع من القلوب كل محبة أرضية، فجر نودري من نيران لتندلع في الرواب والوديان، ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان لتندلع في الرواب والوديان، ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان. غسل بالدم الأشرار وبرر حتى الفجار، اسكب واملأ يا بار بالروح القدس والنار. غسل بالدم الأشرار وبرر حتى الفجار، اسكب واملأ يا بار بالروح القدس والنار. فجر ودري من نيران لتندلع، ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان لتندلع في الرواب والوديان، ويفرح بخلاص سوى كل إنسان. تعالى من عند الآب، تعالى بالإنس كاب، أيها الملك السماوي عزي واملأ الأحباب. تعالى من عند الآب، تعالى بالإنس كاب، أيها الملك السماوي عزي واملأ الأحباب. فجر البركان وادري من نيران لتندلع في، ويفرح بخلاص كل إنسان لتندلع في الرواب والوديان، ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان في أواخر الأيام. وعدتنا بسكيب نعم، تمم وعدك واعطينا روح القوة وسلام في أواخر الأيام. وعدتنا بسكيب نعم، تمم وعدك واعطينا روح القوة والسلام. فجر البركان وادري من نيران لتندلع في الرواب والوديان، ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان لتندلع في الرواب، ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان. جمل جميل العروس بالمواهب يا قدوس، وأيدنا بالآيات فتفرح كل
نيفوس جمل جمل يا العروس بالمواهب يا قدوس وأيدنا بالآيات فتفرح كل النفوس فجير البركان وذري من نيران لتندلع في الروابي والوديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان لتندلع في الروابي والوديان ويفرح بخلص لإنسان روح نبوة للبنين والبنات أيضا يا أمين واطيروا آل الشباب وأحلم للمسنين روح نبوة بنين والبنات أيضا يا أمين واطيروا آل الشباب وأحلم للمسنين فجير البركان وذري من نيران فجير البركان وذري من نيران لتندلع في الروابي والوديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان لتندلع في الروابي والوديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان. أمين. الله يتمم وهو تمم وعده بالحقيقة، ولكن محتاج أن كل نفس تطلب هذه الطلبة. أيها الملك السماوي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. الله يعطي كل نفس سؤل قلبها واشتياقات قلبها. أحبائي أمين.